وحنا في رمضان. مجموعة من النصائح اللي لازم على السواق يحترموها من أجل أنه يوصل بسلام للمنزل تاعو. جينا هنا بالتنسيق مع مديرية التربية لولاية خنشلابة نقدموا لكم دروس نظرية وتطبيقية في مجال السلامة المرورية. المركبة أول حاجة نظمنا خرجة تحسيسية بالتنسيق مع المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية الجزائرية بخنشلة، شملت من خلالها تحسيس وتوعية سواق المركبات بمختلف الأصناف من أجل غرس ثقافة مرورية لديهم للحد من حوادث المرور، مع دعوتهم للالتزام بقوانين المرور. في هذا الشأن أيضا وبالتنسيق مع مديرية التربية لخنشلة قمنا بخرجة ميدانية على مستوى المؤسسات التربوية بالطور الابتدائي، أين تم تقديم دروس في الجانب النظري وكذلك في الجانب التطبيقي من خلال تقديم حظيرة مرورية. حضرنا مع الأمن الوطني هذه الحظيرة التوعوية للتلاميذ، وإن شاء الله سنشارك في توزيع بعض الكمامات وفي الحملات الحسيسية الخاصة بسائقي المركبات على مستوى حاجز أمني على مستوى بلدية خنشلة.